في هذا الفيديو راح أعيش 100 يوم لكن في ماينكرافت القديمة. هذا هو أول تحديث باللعبة نزل تقريبا في الوقت إديشن ملحوظة النسخة مو كاملة كلش، فيه وايد نقص مثل الجوع والركض وايد مات وايد ناقص الكريتيف، بس موجودة بالسيرفر بل وهذا الشيء الغريب. والبي في بي باي النسخة هو بالضرب. طبعا إذا تحب تدخل فعاليات وتكون في المقطع تعال سيرفر الديسكورد في الوصف. سنة 2011 نزلت ماينكرافت بوكيت إديشن وماينكرافت جافا كانت متقدمة وهواي وبيها جوع وركض، بس البيدروك لا، ونوش كان يريد يضيف النذر في أول إصدار بس ما قدر لأن أغلب الأجهزة ما تتحمل الفضاء جزء من بوي من النذر، وأنا أتكلم عنه في فيديو سابق. هسه نجي لليوم الأول وأكو سلبيات وايد بها النسخة إنه ما بديها مو العداد الأيام حتى أحسب، واكتشفت شي غبي بها النسخة راح تعرفوه بعدين. المهم باليوم الأول كنت قاعد أجمع خشب والستون والآيرون، أخذ مني ما يقارب أكثر من 50 يوم على الآيرون كذا الدامود شلون. وبعدين سويت كرافتنج واكتشفت شي غبي بها النسخة أسرع أقلكم إياه، يعني تخيل إنسان ربع ساعة أمشي أيام أمشي أدور بس حل الآيرون وما لقيت أي كهف. ياب هذا هو شيء غبي، الشيء الغبي بها النسخة إنه ما بيها كهف، لازم أنت تحفر حسب حظك وتلقى الآيرون أنت وحظك، بعد احفر جوا هاي تلقى ما تلقى. سغلبكم راح يصير يقول شلون حصلت هذا الايرون بالله اذا ماكو كهف بها النسخة؟ سهل هسه راح اقول لك. طبعا اول شي سويته بنيت بيتي بالبحر، ما ادري ليش بس عجبني، وكل جلتش عجبني بها النسخة اذا حطيت باب بالبحر راح تقدر تتنفس مثل الجابة بالضبط، بس ما ادري ليش شايلينه بالبيدروك والجابة بعد لحد الان ضل سنوات. المهم بعدين حفرت ايام على هذه الطريقة وبالاخير لقيت ايرون اخيرا. طبعا الريد ستون ما ادري ايش ضايفين ما يسوي شيء بالنسخة، واذا حاولت كسره ما يصير شيء منه، والساند هنا طاير شيء غريب. طبعا فيديو 100 يوم تاخرت بيه لان صعب ويحتاج ذاكرة اكثر وزيادة، وانا صور ما يقارب 21 فيديو كلهم يصفون من 200، بس هذا قليل يعتبر، وللاسف خسرت بعض اللقطات. والله يساعد يكبر اللي يسوونه، بس اذا كان عندهم بي سي راح يكون عندهم الشغل تمام تقدر تصور براحتك. المهم لما نزلت ماينكرافت بوكيت إديشن على الجوال سنة 2011 كان شغلاتها قديمة صح ادري، لكن ذاك الوقت كانت تعتبر افضل لعبة جوال وكان الجرافيك يعتبر اسطوري وما تشوف مثلها قبل. المهم بعدين رجعت البيت ينام استيقظ شي غريب، انا مبتعد عنهم الوحوش ويقول there are monsters شو ما ادري واتس. شفت بعدين انه اكو كريبر في بيتي بالداخل يعني بالكيف شوفون لابد فيه اخيلو عندي رجلي موت، كان خليته تصوير مخيف اكثر من اللازم وممتع، بس تحديث فاكتور ما انصحكم تلعبون هالنسخة. بعدها قتلت الكريبر وكنت اريد اجرب طرق ادور الدامود بسرعة لان ماكو كوف او شي، وجربت احط تي بالمار كان ما طلع لي وحتى فوقه بنفس السافة، وبعدين ايشت قلت يمكن الدامود ما موجود بالنسخة الاولى كلش بالبوكيت إديشن، بس انضاف من نسخة جديدة شوي اعلى من هذه هاي النسخة، وطلع فعلا الدامود اصلا ما موجود بالنسخة الاولى بالبوكيت إديشن بس موجود بالجافا. شنو هاي والله داخل راسي حتى.